النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث كثيرة: اللين ما دخل في شيء إلا زان فقط. يا عم ما أنت عليه. وما نزع من شيء إلا شان. فين يا عم الفلوس يا عم؟ ان شاء الله هصلي. اسمع بس. ان شاء الله هصلي. لما اخلص اطلع لك برا هنا وهديك اللي انت عايزه. لا استناك يا عم. ادخل جوه الجامعه. يا عم رايح فين؟ ايه الشبشب ده؟ وبعد كده اخش الجامعه. انا يا عم هو الجامعه بتاع مين؟ لا خلي يا عم رجعت فين؟ يا عم ادخل. يا عم ادخل. شارب خمره وسجاير ورحت. يا عم هو بيت الجامعه ده. جمالك انت ادخل. تعالى بس. ادخل. لا ما ادخل يعني اخش وشرب خمره كده. مالك انت يا عم؟ انت بتشتري بشرب. انا بشتري بعمل. وانت يا عم اجيب الفلوس يا عم. الله يغفر الجميع. حرام عليك يا عم. ولا بيتكم ولا شاشه. انت مالك انت؟ ولا الشيخ هيقول انا مفزوق يا عم. ولا اي لا انا اعمل قاعد اعملها ازاي؟ عالي الصوت يا عم والجامع خلاص. مالك انت؟ ولا وشارب الخمره. اقعد هنا يا شيخ. قعد استنى الراجل. تعالى بس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين. آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او دي نام في الصلاه. لا لا عمره فتره يا عم. مش كده يا عم. لا 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 اكيد ما نامش. قوم يا عم من نومك. وجاء سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت برا، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير جعلنا سبب ودخل المسجد ومات على خير. مات وهو ساجد لرب العالمين. واللي قتل 99 نفس ولهب إلى التوبة. الله سبحانه وتعالى غفر له. بل بالعكس أكثر المئة لرجل عابد ولا يعني ما كان عالم ولكن كان عابد فأكثر به مئة وبعد ذلك ذهب